انبنى على معطى أساسي هو عشق السينما. وفي هذه الدورة خطونا خطوة جديدة، نأمل أن نسعى أن تفتح أمام شبابنا أفاقا جديدة وواعدة. طعنا من الدورة افتراضية وعدنا السنة الماضية بعد الجائحة، واليوم العودة الثانية وتكون إن شاء الله عودة قوية ومهمة جدا، باعتبار أننا أتينا بالجديد في هذه الدورة، جديد اللي هو نوعي، حيث أسسنا ورشات تطوان أو محترفات تطوان. هذه المحترفات هي عبارة عن مسابقة مشاريع سيناريوهات في المتوسط. هذه المشاريع التي ستتوصلنا تقريبا 75 مشروع. هذه المشاريع كلها ستتسابق على 4 جوائز، طبعا لجنة تحكيم دولية ومعترف بها في مجال الإبداع، في مجال الإبداع السينمائي، وفي مجال كتابة السيناريو. 4 جوائز مادية بالإضافة إلى جوائز أخرى، بالإضافة إلى مرافقة هذه المشاريع. أنا دائما فاش كيستدعيني المهرجان كنحضر، لأن عندي واحد الروح زوينة ما بيني وبين الناس ديال الجمعية والناس ديال المهرجان. المهرجان كيجي في واحد المدينة اللي كتعجبني وكنلقى فيها راحتي، كنشوف افلام جديده، كنشوف كندوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام اللي كنحضر كنشوف افلام جديده، كنشوف وجوه اللي كتجينا من الخارج، وجوه جديده، تنشوف ناس زوينين، تنشوف افلام زوينه ورشات اللي كنستافد منها، وكنبغي نستافد. انا فاش كنجي لهذا المهرجان كندي معايا شي حاجه ديال كنستافد شويه. حضرت المهرجان مجموعه من الدورات، وكل دوره تنقولها تكون احسن من دوره. الدوره 28 هو مهرجان تطوان، عودنا على الجوده ديال الحضور، حضور الضيوف اللي سيرتو اللي كيجيو من المشارقه او المغاربه، كذلك جوده الافلام والبرنامج العام ديال المهرجان، يعني لا من ناحيه ديال الافلام، لا من ناحيه الورشات، لا من ناحيه لي ماستر كلاس. تنظر من المهرجان هذا منفرد بواحد التيمه ديالو خاصه اللي ما عمرو ما هبط عليها، يعني كيبقى غادي من درجه لدرجه لدرجه، وتنظر بانه دابا دار بلاصتو على المستوى العالم العربي. سعيده بتواجدي في مهرجان تطوان اليوم، غادي نتلاقاو بالفنانين والفنانات وفي هذا الملتقى، وكنقول للجمهور ديالي تسناوني في عده اعمال رمضانيه ان شاء الله. انا اول مره كنجي للفيستيفال ديال تطوان، وكيحصل لي الشرف ملي توصلت بالانفيتاسيون، يعني عجبني الحال وقلت هذه فرصه نشوف الاعمال اللي كاينه متواجده ونشوف الاصدقاء ديالي لي كوليك ديالي. حضوري في مهرجان تطوان فرحانه بزاف، لاول مره غادي نحضر. عندي جوج مشاركات في المهرجان، الفيلم ديال الافتتاح وفيلم في كومبيتيسيون اوفيسيال ديال عبد السلام كلاعي بواسون روج. فرحانه بزاف انني كنت متواجده في مهرجان تطوان، وسورتو في تطوان. تطوان عزيز عليا، صورت فيها مسلسل وبقيت بزاف هنا في المدينه، وعندي ذكريات بزاف زوينه فيها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.